تحية متجددة للجميع سيداتي سادتي في مستهل ساعة رياضة لهذا الثلاثاء، حديث عن التعاون الجزائري الأمريكي في المجال الكروي. وباسمكم جميعا نرحب في البلاطو وفي الجزائر كذلك بوفد جود فوتبول الذي تقوده السيدة نائبة رئيس هذه الجمعية السيدة لوري فاير، إلى جانب نائب الرئيس السيد هشام القسطاف وكذلك الرئيس المؤسس لهذه الجمعية السيد براين غونزاليس. ويلكم هير، مرحبا بالجميع معنا. إذن البعثة متواجدة بالجزائر منذ أمس سي هشام لإعداد برنامج كروي بشراكة مع جمعية أولادهما بالجزائر. هل لنا أن نعرف عن أهداف وأهم محاور هذا البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأخ تشكر التلفزيون الجزائرية على الاستقبال الحار، وكما نشكر السفارة الأمريكية بالجزائر على دعم هذا البرنامج. جمعية جود فوتبول جمعية تحاول أن تستعمل كرة القدم كوسيلة للتنمية أو التطور، خصوصا للأطفال في جميع نواحي العالم. نحن فاخرون بوجودنا هنا في الجزائر، وخلال هذا الأسبوع عندنا أنشطة كثيرة في الجزائر وفي مدينة ريليزان في مدينة وهران. واليوم مثلا كان عندنا اجتماع قوي جدا مع أولا السي عبد الرحمن برقي مع جمعية رئيس جمعية أولادهما، مع السيد محمد مشرارة رئيس الرابطة الجزائرية، وكذلك زرنا المسجد الحراش. وقمنا ببرامج يعني جميلة مع الفتاة هناك. بالنسبة للخلفية بتاع الجود فوتبول، فكما قلنا الأخت لوري فير عندها خبرة في تنسيق برامج دولية. الأخ براين غونزاليس خبرة في استعمال كرة القدم لمحاربة يعني المشاكل الصحية، خاصة داء سكري. وهذا هو الهدف بتاع جود فوتبول، وهو كما قلت استعمال كرة القدم لكي تخلق علاقة يعني دولية ما بين الشعب. وسؤال للسيدة لوري، كرة القدم باعتبارها كذلك يعني ظاهرة اجتماعية، هي أيضا كذلك تحمل يعني قيم التقارب بين شعوب العالم. Football or soccer as we call it in the United States is a tool that promotes cultural understanding globally. What are your thoughts about that possibility for football? Well, firstly, thank you for letting us come here and host us on the show. Secondly, my interest was piqued about Algeria after watching the World Cup. And even though Algeria didn't advance, I thought that they were the most fun team to watch. نشكرك على استقبالك. وبالنسبة للوري شخصيا فهي يعني عرفت على الجزائر منذ كأس العالم الماضي، وبعد المقابلة أول زيارة لكم للجزائر. أول زيارة للجزائر، وكما قلت نجد الشعب الجزائري لطيف وحار الاستقبال. وكما قالت الأخت يعني بعد المقابلة كأس العالم يعني أرادت أن تعرف كثير على الجزائر، تقاليد والدين و Yes. But what we've also learned in my experience as well as all of ours is that football does bring people together. كما عرفنا بالتعاون الثقافي بين الجزائر وأمريكا، وهو يعني كرة القدم وسيلة تجمع الناس جميعا. And sometimes I don't think we take full advantage of the fact that we all speak the same language when we're on the football pitch. And so us coming here is a perfect opportunity for us to understand Algeria. من الأسف لا نستغل الفرصة بأن كرة القدم تجمع الناس جميعا. والهدف بتاعنا كما قلت وهو أن كيف نخلق علاقة مع الشعب الجزائري، خصوصا بين الأطفال البنات والبنين الذكور والنساء. So we're here to experience not just the football but the food, the culture, the people, and to take those messages back with us to the US. نحن يعني نجرب جميع التقاليد الجزائرية، من الأكل، من النشاطات الثقافية، الدراسة، التاريخ الجزائر. And so far it's been great. نعم. وسؤال كذلك للسيد غونزاليس، يعني رئيس كذلك المؤسس لهذه الجمعية، نود كذلك يعني أن يعطينا لمحة موجزة عن هذه الجمعية وبرنامجها عبر العالم. Brian, if you could talk very briefly about the organization as well as its global activities. Good football is an organization that truly enjoys the beautiful game. Good football يعني جمعية التي تحب كرة القدم ككرة عالمية. And we use the beautiful game to
address global issues in community pitches. نستعمل كرة القدم كوسيلة التي يعني تكلم أو تمارس أو تدور على حل مشاكل يعني اجتماعية عالميا. So through clinics and programs and education programs with our partners, we travel around the world and support the beautiful game. ننسق برامج كدوريات صغيرة يعني برامج للأطفال مع شركائنا نحو جميع مناطق العالمية. بالنسبة لكم دائما سي هشام يعني في إطار العمل مع الجزائر كان هناك شطر أول يعني نعم الصيف الماضي نعم بمناسبة مونديال نعم 2010 بجنوب إفريقيا كيف كان والله يعني كانت تجربة يعني نعم ناجحة كانت مسابقة وطنية هنا في الجزائر نعم والفائزون جو الأمريكا لمدينة لوس أنجلوس لمدة أسبوع نعم وقاموا يعني بزيارة أثارات تاريخية وثقافية واجتماعية وكذلك مارسوا تدريب مع أحسن فريق أكاديمي في لوس أنجلوس والمستوى يعني الجزائري كان عالي كثير يعني المجموعة اللي جات كانت مجموعة رياضيين ولا كانوا فائزين بهذه كما قلت هذه المسابقة في الجزائر ويعني بالنسبة للتجربة ديالهم أول مرة جاوا لأمريكا وكانوا بيحكيوا يعني بيتكلموا الإنجليزي وهذا سهل لهم الأمور لما كانوا هناك وحاجة أخرى نركز كثير وهو لما جاءوا الأمريكا ما جلسوش في فنادق بس مع عائلات أمريكية لكي يتعرفوا على التقاليد ويمارسوا برامج مع الأطفال وتنظن بأن شكرا للنجاح بهذه التجربة قررنا باش نديروا برنامج ثاني هنا في الجزائر باش حنا نتعرفوا على التقاليد الجزائرية وكيفاش نخلقوا علاقة إن شاء الله اللي تسمح لنا باش نديروا برامج كثيرة وجودكم في الجزائر من خلال هذه البعثة تاع المسؤولين فقط فيه يعني مجموعة تاع شباب أمريكي قادم معكم هذا هو الامل هذا نعم هو الامل يعني هذه الخطوه الاولى نعم باش نتعرفوا على كما قلنا على الجمعيات المحليه اللي قدوا يساعدونا باش في المستقبل نديروا برامج لي يعني للاطفال كثير ان شاء الله نعم ان شاء الله دائما مع السيده كذلك لوري هل يعني الولايات المتحده ليست مثلا البرازيل او انجلترا هل يعني ان كره القدم في بلادكم قد يعني حديثا عام قد من شأنها أن تنافس مثلا كرة السلة والبيسبول. The United States is absolutely not Brazil or England when it comes to soccer, but do you think there's hope in the future where the U.S. could compete with the soccer as a sport could compete with baseball and basketball in terms of popularity? I think it's coming. It's slow because we have so many other sports to compete with, but you can see the development and the more يعني kids that we have that are going overseas. حاليا يعني في برامج اللي تحاول بان كرة القدم تصبح في واحد المرتبة يعني مرتبة نعم مع شهرة كرة السلة او كرة البيسبول وفي انشطة كثيرة يعني مثل كثير من الاطفال في الامريكا يروحون على الخارج. But with that said, I don't think we have the history. We will never have the history that Algeria has of football, of you know, Europe and England because our history is very short. ينقصنا التاريخ في الجزائر بالنسبة لممارسة كرة القدم. نعم كما تعرف الولايات المتحدة الأمريكية دولة صغيرة يعني شاب رياضي وهذا هو الهدف كما قالت لوري احنا خلال الأسبوع نأمل أو نتمنى أن نتعلموا كثير على كرة القدم من التجربة الجزائرية نعم وبالنسبة لسيد غونزاليس اليوم يعني عالميا صورة الرياضة يعني تلطخت بفضائح المنشطات وكذلك رهانات المزيفة يعني في هذا الاتجاه ما هو دور جمعيتكم كيف يشوف هذه الظاهرة Today international sport has been involved with scandals such as the use of enhancements and drugs does good football have any role sort of in addressing this issue in the future I mean we definitely advocate for the beautiful side of the game and also acknowledge that we have a lot of growth to do in the game is not perfect نشجع كرة القدم العادية يعني كما تعرف كرة القدم فيها مشاكل كثيرة بس نعم بالنسبة لجود فوتبول يعني ضد هذا استخدام المخدرات أو الأشياء نعم كذلك ونشجع يعني الجود فوتبول كيشجع كرة القدم العادية يعني نعم يعني خاصة أن من خلال تواجدكم في الجزائر حتكون لكم كذلك زيارة للمركز الطبي الرياضي في الجزائر يعني فيها يعني ماذا يعني
تتحدثون مع القائمين على المركز؟ أولا أريد أن أشكر السيد ربيع بوعقل على الكرمة ديالو. يعني بالنسبة للموضوع اللي نتحدث معه وهو ما هي خبرة هذه الجمعية بالنسبة لهذا الموضوع اللي حكيت عليه، وكيف نحن كجمعية جود فوتبول كيف نستفيد من هذه الخبرة هذه. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني سؤال أخير سي هشام لكم جميعا، ماذا تنتظرون من هذه الزيارة للجزائر؟ Final question very briefly, what do you expect to take away with this trip? Well, the experience today has been great. We showed up at the prison and there were all smiles from the women. They welcomed us with open arms, and for that welcome in Algeria with that kind of hospitality has been wonderful. تجربة اليوم يعني تجربة جيدة. استقبلونا الناس في كما قلت لك في بريزون الحراش. نعم. وهذا يعني هذا الكلينيك او التورنوا اللي قمنا بها في الكلينيك جيدة كثير، لان خدنا منها التجربة، خدنا منها الاكسبيرينس تاع. And of course the food. I had my sweet today. والاكل. Right. Of course we hope to bring back new friends as well as new partners in collaboration between the United States, the world of football and Algeria. نأمل ان نفوز باصدقاء جديد، وان شاء الله نرى هذا البرنامج كالخطوه الاولى في خطوات لتسنى. سيد غونزاليس شبيه المدرب برشلونه بيب غوارديولا، هل هو من الاطفال البارسا؟ من الاسف لا علاقه مع السيد غوارديولا. كلمة أخيرة قبل ما ننهي هذا الخدع، احنا يعني نتمنى لكم إقامة جيدة في الجزائر، إن شاء الله تكون زيارات أخرى لجمعية جود فوتبول. إن شاء الله. كما قلت نشكر الجزائر الشقيقة يعني على الكرم ديالها والاستقبال. بالنسبة لي شخصيا كأمريكي بالأصل عربي ومغربي، تنحس بأن في بلادي. نعم. وإن شاء الله نتمنى باش نخلق علاقة جيدة إن شاء الله مع خصوصا مع الاطفال والدراسه. ان شاء الله. مرحبا بكم. Thank you very much. شكرا. نعم. نياس جايين بيتيك كادو معنا، هديه صغيره للاخ فولونتي. نعم. نهديها اليك وللقناه الجزائريه. هي عباره عن نياس، عباره عن صور الامريكيه. نعم. عباره عن يعني البوم يعني اثرات تاريخيه واثرات سياحيه في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه. شكرا. Thank you very very much. شكرا. Thank you. Je vous en prie. إذن سيدتي سددي كانت معنا إذن بعثة جود فوتبول موجودة في الجزائر كما نعلم في إطار برنامج التعاون في المجال الكروي. نواصل فقرات برنامج ساعة رياضة.